النادي الأهلي التي من المفترض بأن تكون. انطلاق الآن بوزو، تقدم، مر، انطلق الإسبانية، تلاعب لروخا، يضع العهير الأهلوية. هذه الإعادة، وهذا الإسباني، هذا خوسي بوزو، وهذا المرور، وبعد ذلك النهاية اللي ولا أجمل ولا أروع من هكذا نهاية يا بوزو. 1-0 للعميد، 1-0 للنادي الأهلي، يتقدم الآن في التوقيت المثالي والمناسب. هكذا تكون مع ضياع كل فرصة من المفترض أن تكون في المرمى. تأتيه الحالة الندم، لكن خميس يسدد كرة، العودة للرغيب، العودة للرغيب عن طريق ياسين إبراهيمي. بعد تسديدة رغيبة من خميس، وجدت المتابعة من ياسين إبراهيمي الذي يعيد الريان للقاء، الذي يعيد الرغيب للمباراة. هذا الحل بالتسديد من خارج المنطقة، وهذا خميس الذي سدد بهذه الطريقة. التصدي لم يكن بالشكل الصحيح من يزن نعيم، وبالتالي لم يجد أي صعوبة، أي صعوبة ياسين إبراهيمي أن يضع الكرة في الشباك، معلنا عودة الريان، معلنا عودة الريان.